في هذه البوابة الشرقية للعاصمة تتقدم قوات الجيش رغم وعورة التضاريس وتحكم حصارها على معسكرات ميليشيا الحوثي والمخلوع. هذه آخر الصور القادمة من نهم، البلدة المتاخمة للعاصمة، وحيث تخوض قوات الجيش الوطني والمقاومة معركتها الفاصلة مع الانقلابيين، استكمال السيطرة على جبل السفينة والقتب وقرن وادعة، وأخيرا تبتي الحمراء والسوداء قرب منطقة المديد في محيط مركز المديرية، واحتدام المعارك في المرتفعات الجبلية المهمة في هذه الخارطة الجغرافية، يأتي ضمن عمليات موسعة لقوى دعم الشرعية سعيا لفتح الطريق باتجاه العاصمة. السيطرة على المواقع المذكورة مهمة استراتيجية باعتبارها تحشر الميليشيا في زوايا ضيقة وتجبرها على الانسحاب وتذلل طرق الزحف نحو استكمال باقي مناطقه، كما أنها خطوة على طريق قطع الإمدادات على الميليشيا، وهي بهذه تأتي ضمن خطة عسكرية للضغط على وجودها بصنعاء بأقل قدر من الخسائر. تدخل المعركة الطويلة للسيطرة على نهم مرحلة الحسم بحسب عسكريين، وذلك بعد أكثر من عام من اختيار قوات الشرعية لهذه البلدة المترامية في أعالي جبال صنعاء لتكون معركتها الفاصلة في الحرب مع الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع. وتعتبر نهم منطقة استراتيجية بالنسبة للعاصمة صنعاء، فهي تحيط بها من الشمال والشرق وتعد البوابة الشرقية الآمنة لها، كما يعد السيطرة عليها القدرة على التحكم بشبكة الطرق الرئيسة والفرعية الرابطة بين صنعاء والمحافظات الشرقية. ويضاف إلى تلك الأهمية أن المنطقة تقع ضمن خطوط التحصين الطبيعي للعاصمة وأكثرها تهديدا لها، ما يعني أن بلدة نهم فاتحة لكسر بقية حلقات هذا الطوق.